انا اعتقد ان المره دي هي تجربه بمعنى الكلمه، لانه هيتم زي ما بيقولوا يعني فرز الصالح من الطالح، وبالتالي هيتم السيطره على المجموعه دي اللي هي بتسيطر على المنطقه العشوائيه بالكامل وبتديرها بشكل يعني غير ادمي. تمام. ده يمكن معنا دلوقتي على الهاتف سياده اللواء مهندس هانش نيشن وكيل وزاره الاسكان بمحافظه القاهره. صباح الخير يا سياده اللواء. اهلا وسهلا يا فندم، ازاي الصحه؟ كنا منتظرين سيادتك بس حصل لبس، يعني من 8 الصبح ل 8 بالليل بتهيألي. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم. فندم يعني طبعا بنهنيكوا على المشروع الجديد. طيب بس السؤال، يعني مين المستفيدين من المشروع دوت والشروط المطلوبه للاستفاده من هذا المشروع يا فندم؟ والله انا يعني مش عايز، انا عايز اقول حاجه، يعني المستفيدين احنا كلنا مستفيدين من هذا المشروع. يعني تمام، المشروع ده مشروع، انا يعني مش هبقى متجاوز لو قلت ان ده مشروعات قوميه. والحقيقه المشروع مش يعني كمشروع قومي، انا بقول ليه ده مشروع قومي بغض النظر عن القيمه الماليه للمشروع، انما هو قوميه المشروع في انه اولا بيخدم احد المحاور. انا قلت يمكن الكلام ده قبل كده، الرئيسيه في مصر اللي هي العشوائيات. صحيح. والعشوائيات مش بس عشوائيات، العشوائيات حتى في يعني في التصنيف احنا برضو حطينا ايدنا على اهم عنصر في العشوائيات، اللي هي العشوائيات اللي ساكنه فيها او قاعده فيها اهالينا في المناطق المهدده للحياه. يعني النهارده حضرتك لو خدت الكاميرا ونزلت منشيه ناصر او رجعت اللي اتعرض امبارح قدام سياده الرئيس، في ناس ساكنه تحت خطر دائم وهو متعايش مع هذا. لما تقول له انت هتموت يقول لك لا انا عايز اقعد في هذا المكان. فالحقيقه يعني يمكن التناول في الموضوع ده كان من 2014 وابتدت الدوله تاخد فيه اجراءات قويه جدا. يعني اقدر اقول لحضرتك ان في السنتين اللي فاتوا دول احنا عملنا قد اللي اتعمل في السبع ثمان سنين اللي فاتوا في الجزئيه بتاعت العشوائيات المعدده للحياه. فالسؤال يعني حضرتك بتسالني مين، احنا كلنا مستفيدين من هذا المشروع. كل مصر النهارده نموذج نجاح، ده نموذج نجاح اتعمل. لا يعني هل تم احصاء الناس اللي هيسكنوا في طبعا والحاله بتاعتهم الاجتماعيه وكل حاجه؟ تمام. طبعا الاجراءات طبعا دي اجراءات استباقيه، وزي ما حتى السيد وزير الاسكان امبارح كان بيعرض على السيد رئيس الجمهوريه، لا في ريكورد موجود. وانا عارف احنا مطلوب مننا حوالي 26,000 وحده، احنا النهارده بنعمل 18 على ما يخلص الاسمرات ثلاثه ان شاء الله في بدايات السنه الجايه. هنكون عملنا منهم حوالي 18,000 وحده. يمكن سياده الوزير امبارح ما اتكلمش على او يعني الوقت ما كانش اسعافه قوي انه يتكلم على الاسكان اللي بتعمله محافظه القاهره في المحروسه واحد والمحروسه اثنين، برضو ده نموذج نجاح ثاني وبيخدم نفس النوعيه اللي هي العشوائيات اللي هي المهدده للحياه. فالاستفاده عامه لكل اي نموذج نجاح في مصر ان شاء الله. اما بقى الاستفاده الخاصه اللي هم اهالينا اللي هم في منشيه ناصر، طبعا دول هينتقلوا الى هذا المكان. وعايز اقول انه انا مش محتاج قوي ان انا اعمل له عقد، يعني هنعمل في عقود موجوده. في نموذج اتعمل في الاسكان الاجتماعي بيبقى عقد ثلاثي داخل فيه البنوك وداخل فيه وهكذا، يعني عشان تظبط العمليه محدش يقدر يتصرف في الشقه بتاعته. كل الكلام ده كلام كويس جدا هيتعمل. طب بس ممتاز. الاقوى من كده، الاقوى من كده، انت النهارده انا لما اكون عايش في بيئه سيئه، عفوا يعني للكلمه، وتنقلني لمكان حضري بالشقه، انا ما بديلوش شقه بقى بصراحه، يعني انا النهارده انا ما بديلوش وحده سكنيه، انا بديله مجتمع متحضر. ماشي، بعمل له جنبه سوق تجاري، بعمل له تحت منه حضانه، بعمل له خمس مدارس، بعمل له حاجه جميله جدا. امبارح كان بيتكلم سياده الوزير بيتكلم على التنميه
اللي هي الحرفيه، عامل له مركز تدريب حرفي. تخيل احنا عاملين في المشروع ده مسرح مكشوف على طراز المسرح الروماني، متهيألي احنا ما شفناش الكلام ده قبل كده. طب اتفضل يا فندم. لا عاوزنا يا فندم، يعني خططكم يا فندم بقى لاعاده تنظيم الاماكن اللي هيتركها سكان المناطق العشوائيه، هتعملوا ايه يا فندم في الاماكن دي؟ ده كلام كويس جدا، ده كلام كويس جدا. طبعا احنا هنا في المحافظه عم في خطه واضحه جدا، واعتقد ان سياده الوزير امبارح تصرف ليها كده على خفيف. الاماكن اللي هتفضى ديت ده هتتهد كلها، وبقالنا سنه تقريبا او سنه ونص بنشتغل على المناطق اللي احنا هنفضي السكان منها. تمام، دي هتتعمل لها ريديزاين وهتتوضب، وهتشوف جامعه القاهره مشاركه معانا في هذا الموضوع في عمل دراسات جيوفيزيقيه ودراسات جيولوجيه عشان نختار الاماكن المحترمه فيها. وعايز اقول لك حاجه جميله جدا، عندي هناك محبني هناك يعني في المناطق بتاعت منشيه ناصر ديت، انا حابني فيها وحدات سكنيه. بعد ما انقل الناس ديت انا في عندي ما لا يقل عن 70 80 فدان انا بنجهز عشان خريف فيهم. بس اسكان حضاري على طراز اللي احنا بنعمله دلوقتي. تمام يا فندم، تمام يا فندم. سياده اللواء مهندس هاني شنيشن وكيل وزاره الاسكان محافظه القاهره، شكرا جزيلا لوقت حضرتك يا فندم. مشاهدينا الكرام، قبل ما نكمل حوارنا مع الدكتور مهندس رجب مجاد هنطلع لمتابعه لاهم وابرز الاخبار الرياضيه، وزميلي محمد عاطف. صباح الخير يا محمد. شكرك محمد وصباح. شكرا محمد، برحب مره ثانيه بضيف هنا الدكتور مهندس رجب مجاهد عميد هندسه العاشر والمشرف على مشروع تطوير العشوائيات. دكتور رجب، يعني بنتكلم عن طموح نحلم ان احنا نتعامل مع المناطق الاكثر خطوره خلال العامين القادمين، ماذا بعد الاسمارات 1 و2 ان شاء الله يا فندم؟ بعد الاسمارات 1 و2 احنا مش زي ما بقول مش هنتوقف كثيرا، ده احنا عايزين نبني على الخطوه دي. فهيكون في مزيد من التطوير. الفكر واحنا بنشتغل في الموضوع ده لازم يبقى كيس باي كيس، حاله بحاله. يعني احنا شفنا مثلا منشاه ناصر والدويقه اتعاملت بشكل ما، قد تكون التجربه دي لا تصلح لمنطقه اخرى بتركيبه ديموغرافيه للسكان مختلفه. اذا هي لازم تتعامل كيس باي كيس. لكن اللي انا شايفه انه لابد ان احنا نبقى حاطين في اعتبارنا انه مدينه تحيا مصر ده نموذج كويس جدا نبني عليه نطور فيه، لكن دي بدايه وليست النهايه. صحيح صحيح. يعني هل هيبقى التركيز على سكان العشوائيات الاكثر خطوره في منطقه الدويقه ومنشيه ناصر بس، ولا في اماكن اخرى؟ اعتقد في اماكن اخرى في القاهره ايضا الاكثر خطوره. يعني هل في لسه اتحطت على الخريطه ازاي هنتعامل مع المناطق الاكثر خطوره دي كلها يا فندم، ولا انتوا مركزين اكتر في المنطقه اللي انتوا فيها؟ المناطق اللي هي ذات الخطوره الداهمه هي مش موجوده بس في منشيه ناصر والدويقه، هي بالزبط. موجوده في اماكن ثانيه، وبالتالي الأولويات في محافظة القاهرة هي على الخطورة الداهمة بغض النظر هي موجودة فين، لأن هي دي اللي بتمثل خطورة على حياة المواطنين اللي ساكنين فيها. فإذا كان مثلا في منطقة تانية زي تل العقارب زي بطن البقر في حالات خطرة جدا فيها خطورة على حياة المواطنين، لا طبعا أكيد في المحافظة هيفكروا إن ينقلوا، لأنه بيبصوا على الموضوع بمنظور عام بفقه الأولويات. الأولويات هو للخطورة الداهمة بغض النظر هي متواجدة فين على أرض محافظة القاهرة. هرجع تاني أتكلم على الأسمرات، هل هو شايف حضرتك شايف إن هو إن شاء الله يكون نموذج للتعامل مع مشكلة العشوائيات على مستوى مصر كلها؟ زي أنا بقول لا يمكن هتاخد تجربة وتعممها على الكل، أنت ممكن تاخد عموم التجربة، عموم التجربة إن التجربة نجحت في يعني صهر شرايح من المجتمع. وهنا يعني انا الحقيقه بشكر اللواء هاني شنيشن وكيل اول وزاره ومدير مديريه الاسكان، هو ينسب له الفضل، هو صاحب التجربه في انه لم يعني زي ما بيقولوا المحافظه بامكانياتها ومشاكلها مع اساتذه الجامعه من خلال مراكز الدراسات في الجامعات مع صندوق تطوير العشوائيات في وزاره الاسكان مع صندوق تحيا مصر، المجموعه دي انصهرت الحقيقه في بوتقه واحده
وانشغلت روح العمل الجماعي كان مسيطر على المشروع بما في ذلك برضو شركات المقاولات اللي استجابت زي ما قلت المرة اللي فاتت. فدي العمل الجماعي الحقيقة في المشروع ده كان واضح جدا 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 يعني. فدي ودي أهم المكاسب اللي حصلت في هذا المشروع. لكن لازم احنا ناخد كل تجربة بخصائصها بمشاكلها بتعريف المشكلة بتاعتها ثم إيجاد الحل. لكن عموم التجربة هي تجربة ناجحة إذا ناخد منها عناصر النجاح اللي فيها ونبتدي نطبقها على تجارب أخرى. تمام. بس أعتقد أن من ضمن النجاحات الأخرى برضو زيادة ثقة الناس في صندوق تحيا مصر. طبعا أعتقد يعني الحمد لله من فضل الله نجاح التجربة، اهتمام القيادة السياسية، العرس اللي كان موجود امبارح أنا بعتبره فرح. الحياة ده فرح، والفرح ده توج يعني بافتتاح السيد الرئيس، واعتقد ده هيبقى له مردود ايجابي على صندوق تحيا مصر اللي لازم زي ما بقول الناس يعني لازم يعني تحط الصندوق ده بين ضلوعها. الصندوق ده يعني انا بعتبره هو المصريين، هو اللي هيحدث التوازن في المجتمع. ما ينفعش شرائح المجتمع تبقى عايشه بالتباين اللي موجود ده، مش لصالح المجتمع المصري ولا الفقير ولا الغني. لابد ان يحصل فيه نوع من التوازن ما بين الطبقات، وان الحد الادنى يبقى متوفر للناس دي. فده امان المجتمع المصري في اللي بيعمله السيد الرئيس، بانه الناس دي لابد انها تخش في زي ما اقول يعني في حدود الحياه الامنه في داخل على ارض جمهوريه مصر العربيه، وده ابتدى يعني الحمد لله. هل كان في دور في منظمات المجتمع المدني وانتم شغالين في الاسمرات؟ احنا اتكلمنا على دورهم بعد البنى، يعني بقى اصبح ليهم دور مهم جدا بعد البنى، بس اعتقد الموضوع محتاج من الدولة عايزين مين فين ليه عشان يخشوا جوه. يعني في منظمات مجتمع مدني شغالة في المناطق العشوائية بتعلم الاطفال، شغالين بشكل جيد جدا، بس اعتقد الفكرة تبقى مختلفة فيما يتعلق بالاسمرات. احد الرسائل الهامة اللي ناخدها من كلمة السيد الرئيس المجازة جدا حاجتين اهمين: تنمية البشر قبل تنمية المباني نفسها، بناء المباني. نمرة اتنين انه اهمية منظمات المجتمع المدني في هذا الدور. هو ده ابتدى من ساعة صدر القرار بانشاء صندوق تحيا مصر. ما هي الفلوس اللي موجودة في صندوق تحيا مصر دي منين؟ دي من كل المصريين بكافة أطيافهم، رجال أعمال، مساهمين، مواطنين عاديين. يعني في أطفال كان لا يملك غير مصروف إيده 5 جنيه و10 جنيه كان بيتبرع بيه. منظمات المجتمع المدني، وكان في إكزامبل أو مثال واضح امبارح والسيد الرئيس بيعرضه هو عارف هو بيعمل إيه، بس إحنا نتعلم. يعني هو إحدى الجمعيات اللي قايمة بدور، دي واحدة من طابور من كل الجمعيات، بس هو بيقول لهم يلا يعني احنا عايزين بقية الجمعيات تتحرك. هو يعني برضو في رسالة مهمة جدا، عملية التنسيق والتنظيم، تنظيم الجهود. الرئيس امبارح يعني انا يعني شايفه هو بيبذل مجهود في هذا الموضوع مع الجمعيات، لما في آليات تانية وفي صف تاني المفروض يتولى تنسيق الجهود دي كلها. لو احسن تنظيم وتنسيق الجهود دي كلها مع بعض اعتقد ان المردود هيبقى اعلى بكتير ان شاء الله. لكن واضح ان ما شاء الله يعني المجتمع المصري بكافة اطيافه بيتفاعل وهيتفاعل اكتر بعد افتتاح مشروع مدينة تحيا مصر. يعني من جانب اخر الحكومة بتنفذ 150 الف وحدة سكنية لسكان العشوائيات بتكلفة 14 مليار جنيه. يعني شايف ازاي جهود الحكومة فندم في مواجهة يعني مشاكل الاسكان والدعم المطلوب من مختلف فئات المجتمع؟ والله زي ما حضرتك شايف يعني الدولة يعني على كافة مسؤولياتها والمسؤولين اللي موجودين فيها بيجتهدوا بشكل غير مسبوق في ان هم يحلوا احدى المشكلات العاتية الصعبة جدا اللي لم يتم اقتحامها، تم اقتحامها في السنة ونص اللي فاتوا دول. تمام. لكن زي ما بقول برضو الموضوع لما يجي يدرس له جوانب متعددة. يعني الجانب الاقتصادي في الموضوع لازم يؤخذ في الاعتبار، هو طبعا الجانب الاجتماعي في الوقت الحالي طاغي بشكل جدا، بس احنا لازم برضو
اقتصاديات المشروع او اقتصادات التكاليف دي لابد ان يبقى في شكل غير تقليدي في ان انا اوفر الفلوس اللازمه للدعم لحل مشكله العشوائيات، لازم يبقى في افكار غير